المزيد إذن من المتابعة والتحليل من القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. إذن دكتور مرحبا بك بداية، مطالبات أممية دولية بشأن التحقيق في هذه المقابر الجماعية بعد إعلان الاحتلال انسحابه من محيط هذه المستشفيات، ما هي التحركات الدولية الآن؟ كيف يمكن إجراء مثل هذا التحقيق وكيف تتابعون الموقف؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، كما ذكرت 200 يوم على العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين والتي حصدت أرواح 35 ألف شهيدا حتى الآن، وصلوا إلى المستشفيات وعشرة آلاف مفقود ويزيد تحت ركام المنازل، وإضافة إلى أكثر من 78 ألف جريح ونزوح لأكثر من 2,100,000 فلسطيني يعيشون فصول نكبة ومجاعة وظروف إنسانية كارثية جراء الإهلاك وتعمد العقيدة الإسرائيلية التحلل من كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ورفضها، إنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية القاضية بحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وإسرائيل ارتكبت خلال هذا العدوان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هي حاصرت قطاع غزة وفرضت عقوبات جماعية، قطعت إمدادات الكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية وأعاقت دخولها ومنعت حتى المؤسسات الدولية، دمرت المستشفيات، المدارس، الجامعات، الأماكن الأثرية، المزارع، المحلات التجارية، البنية التحتية، حتى أن هناك مدن ومخيمات لم يبقى فيها بيتا واحدا صالح للحياة. هي حولت قطاع غزة إلى منطقة منكوبة. وفي الموضوع الذي ذكرتيه، أخطر هذه الجرائم التي مارستها هو قتلها المتعمد وعبر عمليات الإعدام الميداني للمدنيين الذين اعتقلتهم في محيط مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، ودفنهم وقتلهم في مقابر جماعية ظهر فيها جثامين لنساء ورجال وأطفال مقطعي الرؤوس ومنزوعة من بعضهم بعض الأعضاء البشرية، إضافة إلى أن بعضهم مكبل بالأصفاد في يديه ومغمى في عينيه. وهذا ما يشير ويؤكد على أن هؤلاء كانوا في عهدة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يشكلوا خطرا على جنوده، وإنما تعمدت دولة الاحتلال. وإخفاء هذه الجريمة بأكوام القمامة والرمال ودفنها وبالردم كان يهدف إلى إخفاء هذه الجرائم الإبادة الجماعية التي لا تتطلب تحقيقا وحسب، وإنما تتطلب مساءلة فورية لهذه الجرائم. طيب دكتور صلاح، ما هو مصير هذه ربما المطالبات؟ يعني بنتحدث عن المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمطالبات الدولية والأممية الآن بفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم المتعلقة بموضوع المقابر الجماعية، خصوصا أن جيش الاحتلال أو حكومة الاحتلال أخرجت تصريحات متعلقة بأنه كان هناك ربما هدف البحث عن محتجزين في هذه المناطق وأنها لم تقم بفعل هذه الجرائم. سؤالي لحضرتك، ما مصير هذه المطالبات؟ يعني هل سيكون مصيرا مختلفا عن المطالبات الأممية والدولية التي سبقتها في كل مجزرة أو جريمة كان يقوم بها الاحتلال؟ أولا، هناك ثلاثة حقائق لابد من التأكيد عليها. إسرائيل تمارس الكذب الاستراتيجي، هي تكذب في كل كما تتنفس، هي تكذب على نفسها وثم تكذب على العالم ثم تطالب العالم بتصديق كذبتها والكذب معها. وبالتالي لابد من التأكيد على أن كل ما تقوله دولة الاحتلال هو عار عن الصحة، وأن هناك وثائق وأدلة وفيديوهات وتصوير وتوثيق لمعظم هذه الجرائم. هذه الجرائم بثت بعضها على الهواء، وبالتالي هذا أمر أول. الأمر الثاني، أن المجتمع الدولي فشل على مدار 7 شهور في وقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال، وعجز عن إنفاذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتدابير محكمة العدل الدولية، وكل الإدانات الدولية لم تفلح في وقف دولة الاحتلال. ساعدها في ذلك غطاء أمريكي يصل حتى التواطؤ والشراكة، وغطاء من بعض الدول الاستعمارية الأوروبية التي استمرت في دعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وفي جانب آخر، إسرائيل ماضية في هذه الجريمة طالما أفلتت من العقاب. لذلك المطلوب اليوم هو تحرك جاد، هذه المرة مختلفة لأنها تحاكم الآن أمام محكمة العدل بتهمة جريمة الإبادة الجماعية، ومحكمة الجنايات الدولية مؤخرا فتحت تحقيقا في جرائمها، والتقينا بوفود تحقيق
من محكمة الجنايات وأطلعناهم على كل هذه الجرائم. في جانب آخر هناك أكثر من 130 دعوة في العالم الآن تتحرك اتجاه إسرائيل وشركائها، تطالب بوقف العدوان، حماية المدنيين، وقف تصدير السلاح، مقاطعة دولة الاحتلال، إعادة التمويل لوكالة الغوث، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، نعم، ومحاسبة إسرائيل ومزدوجي الجنسية المرتزقة الذين يعملون معها. لذلك هناك خطوات جادة هذه المرة أكثر، ولكن ربما تتأخر المحاسبة، المحاكمة، بحكم أن طريق العدالة ليس مفروشا بالورود في عالم للأسف الشديد يحتكم إلى ميزان القوى أكثر مما يحتكم إلى سيادة القانون. واضح، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني على هذه المداخلة.